ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا أمطار غزيرة تتهاطل على مدينة طنجة. تشهد مدينة طنجة تهاطل غزيرة لأمطار الخير، وذلك بحسب ما يظهر في فيديوهات التقطتها كاميرا هواتف نقالة تعود لمواطنين. وقد استبشر المواطنون خيرا بهذه الأمطار، راجين من الله أن يديم عليهم الرزق ويمنعهم من الزوال. هذا وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية نزول أمطار محلية رعدية مع احتمال تساقط البراد بكل من المناطق الشمالية والوسطى والأطلس والريف وبشمال المنطقة الشرقية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الريف والأطلس التي يتعدى علوها 1500 متر.